طبعا هذا أمر يعني ينبغي أن يسلك الناس المسالك الصحيحة لإبطال الباطل. إذا كان هناك شيء يتعلق بالشريعة الإسلامية وإهمال لها وإلا حذف النصوص ولا كذا، يجب على المسلمين جميعا أن يقفوا، لأن هذا الدين المسلمين لابد أن يدافعوا عليه جميعا ولا يرضوا بتمرير أي شيء باطل أو مراوغة أو تزوير أو تمويه، بل لابد أن تكون نصوص واضحة ونصوص تحكيم الشرعية، نصوص فوق دستورية لا يحل حتى الاستشارة فيها، أن لا يجوز لمسلم أن يقال له هل تريد الشرعية الإسلامية ولا تريد، هذا غير جائز شرعا لأنه أساسا مستسلم لله، لا يجوز أن يتردد ولا أن يقول أنا أريد أو لا أريد، فهذه مسألة مفروغ منها، والمحاولات هذه كلها تفشل بإذن الله إذا كان هناك جهات تريد أن تمر شيء من الباطل أو من النصوص الفارغة المايعة التي يعني لا ترفع رأسا ولا تفيد شيئا، فلابد من الناس أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويتصلوا بهذه الجهات التي تصدر الدستور أو اللجان، لابد أن يكون فيها ناس صالحون ناس خيرون، لابد أن يتواصلوا معهم بقوة ولا يسمح لهم بتمرير ما لا يجوز شرعا.